السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عن رؤى إذا رأيتها في المنام تؤكد على قدوم الفرج بعد الضيق. من هذه الرؤية يا أحبابنا الكرام قضاء الحاجة في دورة المياه. دورة المياه بتسمى ببيت الراحة، وقضاء الحاجة يدل ويؤكد على الفرج بعد الضيق. كمان التبول يا أحبابنا الكرام، التبول في الرؤية فرج، فكل ما يخرج من الجسم يدل على الفرج، كذلك خروج الدم من الجسم. والعلماء بيقولوا لما في حد بيعمل حجامة بنشرط له في جسمه، بننزل الدم الفاسد بيرتاح، فخروج الدم من الجسم يؤكد على قدوم الفرج بعد الضيق. كذلك يا حبيبنا الكرام النظر إلى المرآة، فالنظر إلى المرآة بيعكس الحالة من حال إلى أحسن الأحوال ويدل على الفرج بعد الضيق. كذلك النظر في السماء يا حبيبنا الكرام، النظر إلى السماء، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان دليل على تغيير في حال النبي من حال إلى أحسن الأحوال، وأعطاه ربنا عز وجل ما كان يرجو من أنه يصلي إلى اتجاه البيت الحرام. رؤية العدام يا أحبابنا الكرام في المنام تدل على الفرج بعد الضيق. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قدوم راجل اسمه فرج، قدوم راجل عليك اسمه فرج، هذا يدل أيضا على الفرج بعد الضيق. رؤية المفتاح في المنام، رؤية المفتاح في المنام تؤكد على قدوم الفرج بعد الضيق. وفي كلام الناس الصبر مفتاح الفرج. فرش السجادة، السجادة إذا كانت مطوية في المنام تدل على أن الحال مقبوض أو أن الحال معقد أو في وقف في الأحوال. أما فرد السجادة في المنام يدل على بسط الحال من الله سبحانه تبارك وتعالى، يدل على استقبال الضيوف، يدل على استقبال الفرح والسرور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الانتقال إلى البيت الواسع، الانتقال إلى البيت الواسع يدل على قدوم الفرج بعد الضيق. ده اللي كان عندنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ياريت نعمله لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني الأول أول مرة أتشرف بأنه يشترك في قناتي، فعل خاصة الجرس يختار منا الكل حتى يأتي شعر بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.